سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا مجموعة من المداخل التي تعيننا على فهم العلوم الإسلامية وما يتعلق بها. نقرأ في كتاب الفارابي حتى ننهي إحصاء العلوم، حتى ننهي فصل المنطق. كنا وقفنا على موضوعات علم المنطق، أليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله، نفعنا الله به وبكم سيدي آمين، موضوع علم المنطق. وأما موضوعات المنطق وهي التي فيها تعطى القوانين فهي المعقولات من حيث تدل عليها الألفاظ، والألفاظ من حيث هي دالة على المعقولات. طيب، يبقى إذن علم المنطق موضوعه ليس المحسوسات، وإنما في الأساس ماذا؟ المعقولات. لكن هذه المعقولات لا يمكن أن يحصل بها تفاهم، لأن الأمور المعقولة هذه ستظل معقولة في ذهني وستظل معقولة في ذهنك دون أن يحصل التخاطب أو التواصل بين المتخاطبين. فلذلك نحتاج إلى التعبير عن هذه المعقولات بألفاظ، فلذلك تصاغ هذه المعقولات في ألفاظ، فتعامل منطقي مع الألفاظ التي تعبر عن أمور معقولة، لكن لا يتعامل مع الألفاظ لذاتها، لأنه لو تعامل مع الألفاظ لذاتها يبقى كده نحوي. لو تعامل المنطقي مع الألفاظ لذاتها يبقى هو كده إيه؟ شغال في علم النحو، أو شغال في علم الصرف، أو شغال في علم البلاغة، على حسب جهة الاشتغال. لكنه يتعامل مع الألفاظ باعتبار، ما هو هذا الاعتبار؟ باعتبار أنها تدل على معاني معقولة، فهو يتعامل مع المعاني المعقولة. لذلك القوانين التي تصاغ أو البراهين التي تصاغ في علم المنطق في الأشكال الأربعة المختلفة هي نعم تصاغ بألفاظ، لكن المنطقي حين يتعامل معها يراعي المعاني. يراعي ماذا؟ يراعي المعاني. طيب، وذلك أن الرأي إنما نصححه عند أنفسنا بأن نتفكر ونروي ونقيم في أنفسنا ونروي ونقيم في أنفسنا أمورا ومعقولات، شأنها أن تصحح ذلك الرأي. بأن نفكر، وذلك أن الرأي إنما نصححه عند أنفسنا بأن نفكر ونروي ونقيم في أنفسنا أمورا ومعقولات، شأنها أن تصحح ذلك الرأي. ونصححه عند غيرنا بأن نخاطبه بأقاويل نفهمه بها الأمور والأمور والمعقولات التي شأنها أن تصحح ذلك الرأي. يعني هو عايز يقول إن المعقولات، تمام كده، ينبغي أن تخرج إلى صورة لفظية حتى يتم بها ماذا؟ حتى يتم بها التقويم. فأنا رأيي الذي أقوله كيف أستطيع تقويمه لنفسي أو لغيري، كيف يستطيع غيري أن يقومه لي، وكيف أستطيع أنا أن أقوم رأي غيري إن ظل في ذهني وفي ذهنه، فلا بد أن يخرج في صورة لفظية حتى نستطيع أن نقومه. مش معنى كده زي ما قلنا أننا نتعامل مع الألفاظ، وإنما نتعامل مع الألفاظ باعتبار أنها تعبر عن المعقولات. ماشي. وليس يمكن أن نصحح أي رأي اتفق بأي معقولات اتفقت، ولا أن نوجد تلك المعقولات بأي عدد اتفق، ولا بأي أحوال وتراكيب وترتيب اتفق، بل نحتاج في كل رأي
في كل رأي نلتمس تصحيحه إلى أمور ومعقولات محددة محدودة أو محددة. نعم أليق، إنها في النسخة اللي عندي محدودة. وإلى أن يكون بعدد ما معلوم وعلى أحوال وتراكيب أو ترتيب معلوم، وتلك ينبغي أن تكون لحال ألفاظها التي بها تكون العبارة عنها عند تصحيحها لدى غيرنا، فلذلك نضطر إلى قوانين تحوطنا في المعقولات وفي العبارة عنها وتحرسنا من الغلط فيها فيهما. وكلا هاتين عن المعقولات والأقاويل التي بها تكون العبارة عنها يسميها القدماء النطق والقول، فيسمون المعقولات القول والنطق الداخل المركوز في النفس، ولذا يعبر به عن والذي يعبر عنها القول والنطق الخارج بالصوت والذي يصححه به الإنسان الرأي. والذي يعبر به عنهما القول والنطق الخارج بالصوت والذي يصحح به الإنسان الرأي عند نفسه هو القول المركوز في النفس، والذي به يصححه عند غيره هو القول الخارج بالصوت. والقول الذي شأنه أن يصحح رأيا ما يسميه القدماء القياس، كان قولا مركوزا في النفس أو خارجا بالصوت. طيب، هو هنا الشيخ الفارابي ماذا يفعل؟ يقول إن الإنسان يفكر في أمور تدور في ذهنه. طيب، هذه الأمور التي تدور في ذهنه تحتاج حتى يصل إلى نتيجة ما فيها، نتيجة صحيحة، يحتاج إلى قوانين عقلية معينة، ثم هو يحتاج مع ذلك إلى التعبير عن هذه المعقولات التي تدور في ذهنه، فيحتاج كذلك إلى قوانين معينة في النطق. أعتقد من هذه العلاقة نستطيع أن احنا نلمح شدة الارتباط بين الفكرة، تنظيم الفكرة وترتيبها وإحسان التعبير عن الفكرة، تنظيم الفكرة الذي يكون بعلم المنطق وإحسان التعبير عن الفكرة الذي يكون بالنحو والأدب ونحو ذلك. إن الإنسان إذا ملك فكرة عبقرية ولم يستطع التعبير عنها تعبيرا مفهما فإنه لن يستطيع أن يتواصل مع الناس، والعكس للعكس، فالإنسان إذا ملك طريقة في التعبير جيدة ثم لم تحمل هذه الوسيلة أو هذه الطريقة في التعبير فكرة فإنه أيضا لن يستطيع أن يتواصل تواصلا بناء مع الناس، فالأمرين مرتبطين. طيب، ثم ماذا يقول؟ يقول فيسمون المعقولات القول والنطق الداخل المركوز في النفس والذي يعبر به عنها القول والنطق الخارج بالصوت والذي يصحح به الإنسان الرأي عند نفسه هو القول المركوز في النفس. أعتقد العبارة فيسمون المعقولات القول والنطق الداخل المركوز في النفس والذي يعبر به عنهما القول والنطق الخارج بالصوت والذي يصحح به الإنسان الرأي عند نفسه والقول المركوز في النفس والذي به يصحح عند غيره والقول الخارج بالصوت والقول الذي شأنه يصح رأيا ما يسميه القدماء القياس كان قولا مركوزا في النفس أو خارجا بالصوت. طيب، الخلاصة هنا نحن عندنا قول مركوز في النفس يسمونه القول. هذا القول المركوز في النفس ماذا يتناول؟ يتناول المعقولات، ثم عندنا التعبير عن هذا القول، هذا التعبير بماذا يسمى؟ يسمى الصوت. يبقى عندنا قول وهو المعقولات التي تدور في الذهن، ثم التعبير عن هذه المعقولات يسمونها ماذا؟ يسمونها الصوت.
طيب إذا أراد إنسان أن يصحح قولا لإنسان، يبقى إذن يستخدمون عندئذ عبارة القياس، فيقول له القياس أن تقول كذا، بدل ما يقول له مثلا الصواب أن تقول كذا، فيقول له القياس أن تقول كذا. هو كأنه الفارابي هنا يعني بيبحث في جذور المصطلحات المستخدمة في المنطق، فعايز يقول لك إن لفظة القياس من أين أتت، لفظة القياس من أين أتت وكيف كانت تستخدم في القديم ثم إلى ما صارت بعد ذلك. فالقدماء كانوا يستخدمون مصطلح القياس لتصحيح الأقوال، أو عندما يريد الواحد منهم أن يصحح قولا، سواء كان هذا القول يدور في ذهنه مركوزا في نفسه، أو سواء هذا القول خارجا بالصوت يعبر عنه في ألفاظ. طيب قلنا لحضراتكم إنه هذه الفقرة بتعطينا إشارة لشدة الارتباط بين علم المنطق وعلم النحو، فلذلك يقول فالمنطق يعطي القوانين التي سلف ذكرها في القوتين جميعا، وهو يشارك النحو بعض المشاركة بما يعطي من قوانين الألفاظ، ويفارقه في أن علم النحو إنما يعطي قوانين تخص ألفاظ أمة ما، وعلم المنطق يعطي قوانين مشتركة تعم ألفاظ الأمم كلها. يعني علم النحو هو وسيلة للتخاطب في دائرة ضيقة من البشر، فأنت تتعلم مثلا الجرامر في الإنجليزي أو تتعلم النحو في العربي، فالنحو أو الجرامر بيخص لغة معينة، فالجرامر في الإنجليزي غير النحو في العربي، غير جرامر الجرامير بتاع فرنساوي، غير، فكل لغة لها نحوها الذي من شأنه أن يضبط ألفاظها. طيب في حين علم المنطق قوانين تعم الأمم كلها، في علم المنطق أوسع من علم ماذا؟ من علم النحو. في علم النحو يخص الألفاظ المعينة للغة معينة، وعلم المنطق لا يختص بلغة دون لغة، لأنه يتناول المفاهيم والمعقولات، والمفاهيم والمعقولات أمور مركوزة في النفس الإنسانية امتاز بها الإنسان عن سائر الموجودات. فالإنسان بما هو إنسان عنده معقولات وعنده مفاهيم، ويمكنه إدراك الكليات ويمكنه إدراك الجزئيات، لكن طريقة هذا الإنسان حين يعبر عن أفكاره تختلف، فتصدر هذه الطريقة أحيانا بلغة نسميها الإنجليزية، أو بلغة نسميها العربية، أو بلغة نسميها الفرنسية ونحو ذلك. فعلم المنطق أوسع. طيب ثم قال فإن للألفاظ أحوالا تشترك فيها أحوال جميع الأمم، مثل أن اللفظ منها مفردة ومنها مركبة، والمفردة اسم وكلمة وأداة، وأن منها ما هي موزونة وغير موزونة وأشباه ذلك. يعني هايز يقول إنه الجرامر أو النحو أو القواعد في اللغات هتلاقيها متشابهة في بعض العناوين، يعني هتلاقي في كل الأمم في فاعل في الجملة، خلاص في كل اللغات في مضاف ومضاف إليه، في صفة وموصوف وهكذا، في ألفاظ مركبة في ألفاظ مفردة وهكذا. طيب ثم وهنا أحوال تخص لسانا دون لسان، مثل أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، والمضاف لا يدخل فيه الألف واللام ولام التعريف، فإن هذه وكثيرا غيرها تخص لسان العرب، وكذلك في لسان كل أمة أحوال تخصه. يعني زي ما في يعني أمور قد تكون مشتركة ولو من باب العناوين بين اللغات جميعا، فاللغات من حيث النحو والجرامر تختص بأحوال معينة تميزها عن غيرها.
طيب زي مثلا في العربي، العربي الفعل ثلاثة، الفعل ايه ثلاثة، ماضي ومضارع وأمر. في الإنجليزي هتلاقي يقول لك ايه، هتلاقي بيقول لك ماضي مستمر وماضي تام ومضارع مستمر ومضارع تام وحاجات كده عجيبة، حاجات كده ايه، تقسيمات مختلفة. طيب ثم وما وقع في علم النحو من أشياء مشتركة لألفاظ الأمم كلهم، فإنما أخذه أهل النحو من حيث هو موجود في ذلك اللسان الذي عمل النحو، الذي عمل النحو له، كقول النحويين من العرب إن الكلمة العربية اسم وفعل وحرف، وكقول نحويي اليونانيين أجزاء القول في اليونانية اسم وكلمة وأداة، وهذه ليست إنما توجد في العربية فقط أو في اليونانية فقط، بل في جميع الألسنة. يعني في جميع الألسنة هتلاقي الكلام إما اسم وإما فعل وإما أداة. طيب وقد أخذها نحويو العرب على أنها في العربية، ونحويو اليونانية على أنها في اليونانية، فعلم النحو في كل لسان إنما ينظر فيما يخص تلك الأمة وفيما هو مشترك له ولغيره، لا من حيث هو مشترك، لكن من حيث هو موجود في لسانهم خاصة. يعني علم النحو عندنا هتلاقي في حاجات بتخص النحو العربي، الجرامر العربي، وفي حاجات بتخص بيشترك فيها النحو مع غيره من القواعد الموجودة في كل اللغات. النحو عندما ينظر إلى علم النحو، ينظر لعلم النحو كله باعتبار أنه قواعد النطق العربي، باعتبار أنه يمثل القواعد التي ينطق بها ماذا؟ العرب. لا ينظر هو لأن هذه قواعد مشتركة بين كل اللغات وهذه قواعد تخص النحو، لا ينظر هو لهذا، وينظر باعتبار أن هذا موجود في لسان هذه الأمة خاصة. طيب ثم فهذا هو الفرق. فهذا هو الفرق بين نظر أهل النحو في الألفاظ وبين نظر أهل المنطق فيها، وهو أن النحو يعطي قوانين تخص ألفاظ أمة، ويأخذ ما هو مشترك لها ولغيرها، لا من حيث هو مشترك، بل من حيث هو موجود في اللسان الذي عمل ذلك النحو له. والمنطق فيما يعطي من قوانين الألفاظ إنما يعطي قوانين تشترك فيها ألفاظ الأمم وتأخذها من حيث هي مشتركة، ولا ينظر في شيء مما يخص ألفاظ أمة ما، بل يقضي أن يؤخذ ما يحتاج إليه من ذلك عن أهل العلم بذلك اللسان. وأما النحو يعطي قوانين تخص ألفاظ أمة ما تتحدث بلسان ما، وإن كان في هذا النحو مفاهيم أو ألفاظ أو أمور مشتركة بين سائر أنواع أو بين سائر الأمم، فإن النحوي ينظر لها باعتبارها جزءا من لسانه لا باعتبار اشتراكها. المنطق يعطي قوانين الألفاظ التي تشترك فيها كافة الأمم ويأخذها من حيث هي مشتركة. طيب ولا ينظر في شيء إيه؟ ولا ينظر في شيء يخص أمة بعينها. طيب ثم يعني مثلا يا أخوانا، مثلا يعني لما يجي المنطقي ويقول مثلا إنه هناك شيء اسمه الجنس، وهناك شيء اسمه الفصل، وهناك شيء اسمه العرض العام، دي أمور مفاهيم توجد في سائر الأمم وإن لم يعبر عنها بهذه الألفاظ. عندما يقول القياس، عندما يقول الاستنباط، عندما يقول البرهان، عندما يقول الشكل الأول، دي كلها أمور تشترك فيها كافة الألسنة لأنها مفاهيم وليست ألفاظ.
وأما عنوانه فإنه بين أنه ينبئ عن جملة غرضه، يعني من اسمه تعرف إيه، تعرف غرضه. ماشي، وذلك أنه مشتق من النطق. وذلك أنه مشتق من النطق، وهذه اللفظة تقال عند القدماء على ثلاث معان، على ثلاثة معان. أحدها القول الخارج بالصوت، وهو الذي به تكون عبارة اللسان عما في الضمير. طيب، يعني تقول المنطق، يعني ما نطقت به، ما تلفظت به، الصوت الذي خرج منك. طيب ثم، والثاني القول المركوز في النفس، وهو المعقولات التي تدل عليها الألفاظ، يعني أفكارك، في الأفكار يطلق عليها إيه؟ يطلق عليها منطق. طيب، والثالث القوة النفسانية المفطورة في الإنسان، التي بها يميز التمييز الخاص بالإنسان دون سواه من الحيوانات، من الحيوان. يعني لما تقول المنطق فأنت تقصد ماذا؟ تقصد النطق، نطق الإنسان. عندما تقول النطق تقصد به ماذا؟ ما يميز الإنسان عن سائر الحيوان. يبقى كلمة النطق دلوقتي أو المنطق الآن تطلق عند القدماء على ثلاثة إيه؟ على ثلاثة أمور: ما ينطق به الإنسان، أو ما يفكر فيه الإنسان، أو ما يميز الإنسان عن سائر الحيوان. طيب ثم ماذا؟ وهي التي بها يحصل الإنسان المعقولات والعلوم والصنائع، وبها تكون الروية، وبها يميز بين الجميل والقبيح من الأفعال، وهي توجد لكل إنسان حتى في الأطفال، لكنها نزرة لم تبلغ بعد إلا أن تفعل فعلها. إلى أن تفعل فعلها. إلى أن تفعل فعلها، كقوة رجل الطفل على المشي. يعني هو عايز يقول إن قوة النطق، القوة النفسانية دي مفطورة في الإنسان، موجودة في الطفل وموجودة في الكبير. طب ليه إذا كانت موجودة في الطفل ما بنسمعهوش يتكلم؟ قال لك هي موجودة لكنها ضعيفة، زي رجل الطفل كده، ما هي ضعيفة مش قادرة تشيله، رجل الكبير قادرة تشيله، فيه رجل لكنها ضعيفة. كذلك القوة النفسانية دي موجودة في الطفل لكنها ضعيفة. طيب، وكالنار اليسيرة التي لا تبلغ أن تحرق الجذع، وفي المجانين والسكران كالعين الحولاء، وفي النائم كالعين المغمضة، وفي المغمى عليه كالعين التي عليها غشاوة من بخار أو غيره. ايش اقرأ كده الهامش، هامش الأول. قال: يريد أن يقول إن العقل موجود لدى جميع الناس، وهو عبارة عن قوة نفسية بها تحصل المعقولات والعلوم والصنائع، ويميز بين القبيح والجميل في الأفعال. وهذه القوة توجد منذ الولادة مع الطفل. اللي هي العلوم الأولية يعني. يبقى إذن الآن صارت كلمة المنطق تطلق على ماذا؟ التعبير، الكلام، تطلق على الأفكار، معقولات، تطلق على ماذا؟ تطلق على القوة التي تميز الإنسان عن سائر الحيوان، وهي هذه العلوم الأولية التي توجد في ماذا؟ توجد في الإنسان، والتي يعبر بها الإنسان عن نفسه. طيب ثم قال ماذا؟ فهذا العلم لما كان يعطي قوانين في النطق الخارج وقوانين في النطق الداخل. يعني هو عايز يقول هنا ايه؟ عايز يقول هنا ان العقل موجود عند الطفل، موجود عند الكبير، موجود عند السكران، موجود عند النائم، موجود عند المغمى عليه، لكنه موجود في احوال مختلفة. فهو موجود عند الطفل لكنه ماذا؟ لكنه ضعيف، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يكتسب العلوم المختلفة حتى يقوى. وموجود عند المجنون والسكران لكنه زي العين، ما بتكون موجودة لكنها حولة، يعني فلان فيه عين لكنها حولاء. والعقل موجود في النائم، خلاص كده، لكنه كاسف، لكنه مش شغال،
زي العين ما تكون مغمضة. يبقى العقل ما راحش من النائم، ما زال موجودا، لكنه إيه؟ لكنه كالعين المغمضة. وفي المغمى عليه، زي العين اللي عليها غشاوة، العين اللي عليها ما يبيضة. يبقى إذن إيه؟ عايز يقول يعني إنه العقل موجود لدى الجميع، العقل موجود لدى الجميع لكنه في أحوال مختلفة. طيب يبقى إذن عنوان أو اسم علم المنطق هو المنطق. ثم استطرد الفارابي وقال إنه هذه الكلمة تطلق عند القدماء أو كانت تطلق عند القدماء على معاني مختلفة. طيب ثم قال فهذا العلم، فهذا العلم لما كان يعطي قوانين في النطق الخارج وقوانين في النطق الداخل ويقيم بما يعطيه من القوانين في الأمرين النطق الثالث الذي هو في الإنسان بالفطرة ويسدده حتى لا يفعل فعله في الأمرين إلا على أصوب ما يكون وأتمه وأفضله، سمي باسم مشتق من النطق الذي يقال على الأنحاء الثلاثة. كما أن كثيرا من الكتب التي تعطي يعني كأنه عايز يقول لك إنه علم المنطق، علم المنطق يعمل في المعاني الثلاثة، فهو الذي يعطي قوانين النطق في الخارج بحيث لا ينطق الإنسان إلا وفق قوانين فكرية معينة، مش قوانين نحوية بقى، خد بالك، قوانين فكرية معينة بحيث يرتب الإنسان أفكاره كلماته وفق أفكاره ترتيبا معينا. وهذا العلم أيضا هو الذي يضبط الإنسان أفكاره، وهذا العلم أيضا هو الذي يعطي للإنسان هذه القوة النفسية، أو هو الذي يعني به يمتاز الإنسان فتكون فيه هذه القوة النفسية أوضح من غيره. يقول ويقيم بما يعطيه من القوانين في الأمرين النطق الثالث الذي هو في الإنسان بالفطرة ويسدده حتى لا يفعل فعله في الأمرين إلا على أصوب ما يكون وأتمه وأفضله. طيب فهذا الاسم مشتق من النطق الذي يقال عن أنحاء الثلاثة. ماشي، يبقى اسم المنطق الذي يطلق على أنحاء الثلاثة يعمل في الثلاثة. طيب كما أن كثيرا من الكتب التي تعطي قوانين في المنطق الخارجي فقط من كتب أهل العلم في النحو فقط تسمى باسم المنطق، باسم المنطق. في كتاب اسمه إصلاح المنطق لابن السكيت، لو جيت تشوفه هتلاقيه ايه، كتاب في اللغة، كتاب ايه في اللغة، المنطق الخارج. ايه المنطق الخارج؟ اللي هو الصوت، خلاص. احيانا تسمى ايه، تسمى باسم المنطق، زي كتاب المنطق إصلاح المنطق لابن السكيت. طيب وبين ان الذي يسدد نحو الصواب في جميع أحرى بهذا الاسم، يعني عايز يقول لك إلى إنه أيهما أحق باسم المنطق، النحو ولا المنطق؟ الذي يسدد الصوت الخارج ولا الذي يسدد في الأنحاء الثلاثة؟ قال لك طبعا لا شك أن الذي يسدد في الأنحاء الثلاثة هو الأحرى باسم المنطق. ماشي، قال أقسام علم المنطق. فأما أجزاء المنطق فهي ثمانية، وذلك أن أنواع القياس وأنواع الأقاويل التي يلتمس بها. خليها المرة الجاية يا شيخ محمد، بس خلي دي كده كفاية كده، هو أصلا كتاب إحصاء العلوم ما يستحملش أكتر من إيه، ما يستحملش مننا أكتر من كده. جدا جميل أسلوب الفارابي رحمه الله. نعم جميل، لكنه يعني إيه ايه شوي، خلينا كده ناخدنا كل مرة معاه كده صفحتين ولا حاجة، بحيث ناخد المرة اللي جاية أجزاء عن المنطقة على بعضها لأنها طويلة شوي. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر،
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.